ينطلق اليوم معسكر منتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة الكابتن أحمد الكاس، ويستمر حتى يوم 11 من الشهر الجاري ضمن جولة جديدة للجهاز الفني للبحث عن المواهب في مختلف الأندية. استقر الجهاز الفني لمنتخب الناشئين على ضم 40 لاعب في المعسكر المغلق على أن يتم اختيار أفضل العناصر التي تحدد القوام الأساسي للمنتخب. ومن المقرر أن يخوض منتخب 2008 لقاءات ودية خلال معسكره المغلق من أجل الوقوف على مستوى جميع اللاعبين في المرحلة المقبلة. وسيكون أول ارتباط رسمي للفراعنة الصغار في شهر إبريل المقبل بخوض الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للناشئين، وهي البطولة المؤهلة إلى بطولة كأس العالم للناشئين 2025. كل التوفيق لكابتن كاس في هذه المهمة الجديدة ولكل منتخباتنا التي تمثل الكرة المصرية في كل أنحاء الدنيا.